السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم من معرض سولار شو. انا دلوقتي في بلوتي مع الباشمهندس، هيدي لنا فكره عن منتجاتهم ومشاركتهم النهارده في المعرض. حياكم الله يا باشمهندس. اهلا وسهلا باشمهندس، حياكم الله ولكل المتابعين اللي عندك. اتفضل. محتاجين بس نعرف تفاصيل عن منتجاتكم ومشاركتكم النهارده في المعرض. طيب، نحن طبعا شركه سعوديه. هي شركه درع الافق. نحن ايجنت وكلاء حصريين لمنتج بلويتي اللي هو عبارة عن محطات طاقة محمولة. تمام. طبعا بيبتدي المقاس عندنا من 600 واط لغاية 1000 واط 2200 واط. نتكلم عن البورتبل، الحاجات انت قادر تاخذها معاك لأماكن متعددة توصل لغاية 5000 واط بالبورتبل. اعتقد ده تطبيق مهم جدا للناس بالذات في البر. طبيعي. طبعا طبعا، والاستخدامات كثيرة طبعا. صحيح. بر وكونستراكشن وميديكال وفود تراك، اي له اكثر من مجال. اوكي. وهو بديل صحي، خلينا نحكي للجنريتر الديزل والبنزين، ويوفر عليك الصيانة، يوفر عليك التكاليف والأصوات المزعجة اللي تنطلق من الجنريتر الديزل. تمام؟ اوكي. المنتج هو عبارة عن انفرتر مع بطارية ليثيوم لايف بي او 4. اوكي. اوكي. لما نقول ليثيوم يعني كفاءة عالية وعمر افتراضي أطول، يوصل. صحيح. لغاية 10 سنوات، لأنه احنا الضمان عندنا ببلش من سنتين لغاية 10 سنوات على بعض المنتجات. نعم. تمام يا سيدي. طبعا كل منتج زي هذه مثلا الان اللي هي EB3A الكباسيتي 600 واط، تعطيك بساعه تيار مستمر 268 واط، فيها شاشه تشرح لك المواصفات المنتج، هي اللي هي اوتبوت وانبوت. زي مثلا الان هي فيها AC وDC. اوكي. هذا الحين كمثال نحن حاطين عليه لمبه هاي بي 100 واط، وبيعطيك هنا عدد الساعات اللي حيشغلها، يعني معلومات كامله هنا. اوكي. وفيها برضه الـ UBS function اللي هو بيعيد التيار الكهربائي في حال انقطاعه خلال 20 ملي سكند، يعني انت ما حتحس فيها ابدا انه هي قطعت الكهرباء. يعني لو قطعت الكهرباء انا مش هحس ان في قطع تيار كهرباء. زي هذه ما ادري حتظهر في الفيديو او لا، حقطع الكهرباء انا عن المحطه الان. أيوة. خلي التصوير لهنا عشان تبان قطعت، شفت الرمشه هذه اللي حصلت؟ الرمشه البسيطه هذه الـ UBS. اوكي. وبرضه لما اشغل الكهرباء نفس الرمشه حتكون. هذا الـ UBS function اللي هو 20 ملي سكند لاعاده التيار الكهربائي. عن الحاجات المهمة زي الداتا سنتر والمشافي اللي بتحتاج كهرباء مستمرة. صحيح. ما تقدر تقطعنا الكهرباء. يس. فهذه هي كذا لمحة سريعة عنها، وزي ما قلت لك هي مقاسات مختلفة 600 ألف 2200 نوصل لغاية 5000 في البورتبل، وكلها معاها أبليكيشن على الموبايل تتحكم فيها وبتشوف الانبوت والاوتبوت، وطرق الشحن فيها متعددة ابتداء من لوح الطاقة الشمسية. أوكي. عن طريق السولر، وعن طريق الكهرباء، وعن طريق السيارة، يعني ثلاث طرق للشحن. أنا أقدر أشحنها بالسيارة 100%. أوكي. عن طريق اللايتر تبع السيارة. حق السيارة. أوكي. طيب. فهي لمحة سريعة عن المنتج ومواصفاته. هل المنتج صعب في صيانته لو حصل في مشاكل؟ أبداً. أو أبداً أبداً، أصلاً مش محتاج صيانة بالأساس. صحيح. ما حتحتاج صيانة ولا حيحتاج ريست، لأنه هو ليثيوم شغال معك 24 ساعة، ما عندك مشكلة، فقط أنت مأمن الكهرباء. وفي ميزة برضه إنه بياخذ شحن وبيعطيك بنفس الوقت، ما بيقطع. يعني انت بتاخذ الشارجنج وبعد كده لا يفصل. لا. شغال 24 ساعة 7 ايام. الضمانات في المتوسط انت بتقول لي من سنتين ل 10 سنتين ل 10 سنوات، يعني مثلا هي عليها 4 سنوات ضمان. ضمان كامل على الديفايس ولا على البطارية؟ على كل الديفايس. على كل الديفايس. الانفرتر والبطارية بشكل كامل. طيب. زي ما قلت لك ما يحتاج صيانة، ليثيوم ما يحتاج صيانة. صحيح صحيح. وده اللي يميزه عن الجنريتر الديزل اللي هو محتاج صيانات وصرفيات وبنزين و صحيح. بارك الله فيكم. شكرا. سؤال، شكرا على اهلا وسهلا فيك، شرفنا، حياك الله.